عسلامة. المرة أخرى تكلمنا على تاريخ الحركات الإسلامية بطريقة مختصرة، وعرفنا الأطراف ثلاثة اللي تعمل على الساحة الإسلامية، هما الشيعة والسلفيين والإخوان. قلنا زاد اللي الإخوان هما مزج من دين الفكر الشيعي والفكر السلفي. وهنا عندما نقول مزج لا أقصد على مستوى العقيدة، الكل يعرف أن الإخوان المسلمين هما سنة، لا هم سلفيين ولا هم شيعة، إذن يعتبر طرف مستقل رغم كل شيء. صحيح هو يتعامل مع هذا ومع هذا، ولكن لا هم شيعة ولا هم سنة. اليوم باش نحاولوا نتكلموا على المد الشيعي أو الفكر الشيعي اللي هو يعتبر من أقدم الحركات الإسلامية في العالم، وخاض صراع طويل مع الحكومات أو الخلافات القائمة اللي تحسب على السنة. وهذا المد الشيعي نجم نقوله ظهر وتكون وتنظم بعد موت محمد، ولكن كان موجود وقت محمد كان حي، وكان داخل في صراع في المدينة مع الأطراف الأخرى. هذا المد حبيت نعرف عليه باش تفهم الأسلوب متاعه. فهو لا يحسب على السلفية، لأنه يؤمن بالعقل ويؤمن بالتنظيم، وعنده تجربة طويلة عبر التاريخ. نحاول نلخص الأسلوب الشيعي أو المد الشيعي إلى عدة نقاط. أول حاجة، هو عنده حنكة سياسية كبيرة، ويستعمل أسلوب التقية في عمله السياسي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عنده تمويل اقتصادي قوي، ويقوم على مؤسسات، ويقوم على نظام دقيق، ويعتمد على الخمس كوسيلة تمويل. الحاجة الثالثة المهمة، هو يؤمن بالحرب النظامية الرسمية، فهو ليس فوضوي، وإنما يخلق حركات عسكرية، سواء مثل الآن كجيش رسمي إيراني، أو مثل حزب الله وغيره في العراق. أما النقطة الرابعة، المد الشيعي عنده دعم قوي من إيران. إيران هي الداعمة للمد الشيعي في العالم، واللي هي تعتبر دولة إسلامية. أهداف المد الشيعي عبر مراحل، أما الهدف الأخير هو قيام خلافة إسلامية عالمية كمرحلة أولى قبل السيطرة على العالم. أما النقطة السادسة، المد الشيعي هو النجم نقوله قريب من المعتزلة، ويعتمد على العقل في تنظيراته، وياخذ بعين اعتبار التطورات الحالية والأوضاع اللي موجودة في العالم، ويمشي على أساس الاتفاقيات الدولية، ما يحترمهاش كلها بالطبع، وإنما يحاول باش يوفق من بين عمله والاتفاقيات الدولية. أما من ناحية الدعم المباشر والغير المباشر، نعتبر أن المد الشيعي متحالف ومدعوم من طرف روسيا والفكر الشيوعي التحرري والحركات القومية التحررية في العالم، فهو يتعامل معها ويدعمها، وعنده معها اتفاقيات كبيرة. المسألة الثامنة، عنده تنظيم قوي ومتماسك، فهو لا يعمل على أسلوب العصابات،
بل يعمل على أسلوب الجمعيات والمنظمات، وعنده تنظيم جدا دقيق. المسألة التاسعة، المد الشيعي عندهم تجربة كبيرة عبر التاريخ، والحاجة الأخرى أنهم يستفيدوا كثير من التطورات الحديثة على جميع المستويات. نجم نقولوا ما عندهمش تعصب أعمى، هما يقرأوا بحساب كل حاجة وعندهم بعد نظر. والمسألة الأخيرة مش نلخصوا كل شيء، المد الشيعي عنده فكر متكامل واضح يقوم على 5 قوائم أو ركائز. عنده فكر اقتصادي واضح، عنده فكر مرحلي سياسي واضح، عنده أسلوب عسكري منظم، عنده تعامل اجتماعي وفكر اجتماعي، وأخيرا عنده ثقافة وفكر ثقافي واضح واضح. إذن هذا هو المد الشيعي اللي موجود واللي يعمل على الساحة الإسلامية. وأنا شخصيا رغم أني ضده، لكن نعتبره معناتها منظم وقوي ومتماسك، ونعتبره هو أخطر ما يكون على العالم الإسلامي والعالم بصفة عامة، على خاطر يعرف كيف يعمل ويوصل لأهدافه، ويمكن يبدل أهدافه في أي لحظة من أجل يبدل، مش أهدافه نقصد، يبدل أسلوبه من أجل الوصول إلى أهدافه. نظن خذيت فكرة على المد الشيعي وعرفت طريقة عمله وعرفت طريقة تفكيره، وهو رغم اللي كما قلت أخطر واحد، لأنه أكثر تنظيم وأكثر دقة، ومن الصعب اختراقه، من الصعب المد الشيعي اختراقه لا من طرف السنة أو السلفية ولا من طرف من هم ضده من الأفكار الأخرى مثل الغرب وأمريكا. مش يعني مستحيل اختراقه، وإنما أكثر تحصنا من الاختراق، أكثر تحصنا، خطر الاختراق يوقع مهما كان، ولكن نعتبره أكثر محصنا. المرة الجاي نتكلم على المد السلفي، وهنا نختم هذه الفيديو باش نقول إن العدو الأساسي للمد الشيعي هم السلفيين من جهة المسلمين وأمريكا من جهة الغرب. ومع فيديو قادمة. بالسلامة.